بسم الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعم نواله كل الكائنات. ربنا اجعلنا شراعات هداية ومصابيح هدى يا رحمن، زدنا من الهدى ما يكفينا شر أعدائك أجمعين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. نعيد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ننصر بهذا الشعار، شعار النصر، مقرون بشراعات الهداية. يا ربي لا تبخسنا واجعلنا من الذين رضوا بك ربا ورضيت بهم مؤمنين مسلمين محسنين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على المجرمين اللئام. ناخذ الآية التالية، آيات 14 من سورة قلنا الأعراف، The Battlements ou la l'enceinte du paradis. قال أنظرني، أي أجل لي العقاب. سأطرد من هنا، لكن فما أيام أخرى قادمة أجلها لي، أعطيني أن سورتي، يعني ما تحكمش عليا بالقضاء المبرم الآن. إيسي مانتنو، إيسي مانتنو كلمة مسمومة، إيسي مانتنو هي اللي قلة التربية، كما الكرب وكما الشرق والغرب. تو يحب حق هو مش حق، قالك إيسي مانتنو، ولا والله ما نتقلع من هنا إلا ما نقلعك، إلا ما نتهمك، إلا ما نبذل بحالك، إلا ما نشوك، وإلا ما جاك. هؤلاء من الوحي إبليس اللعين، الكلب يحنته بصد الحديث عنه. هكذا يكون الناطق باسمه الآن وهنا، الآن تلعن وهنا تذل وتندم حيث لا ينفعك الندم، نسأل الله السلامة.